السلام عليكم ورحمة الله. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الجيتر، هنتكلم فيديو ده عن الستر في كل حاجة عملناها ان شاء الله. اول حاجة معانا حاجة اسمها السيت ديت. لو جيت قلت له الدي دوت سيت ديت، حط انا الوقت بقى بمزاجي، هقول له مثلا احنا قلنا الديت بياخد من 1 لـ 31، فاقول له مثلا 30، واجي اقول له الدوكيمنت دوت رايت يكتب لي الدي ده دلوقتي، فهيقول لي فيها النهارده 30 ديسمبر عشان عاملاها ست بنفسي 30 2016. طب لو قلت له 31 هيجيب لي برضه 31. طب لو قلت له 32، معنى ايه بقى 32؟ مفيش حاجه اسمها 32، معناها هات لي اول يوم من الشهر الجديد اللي هو بعد ديسمبر، احنا في شهر 12، هات لي بقى اول يوم في شهر 1 اللي هو اللي هيبقى جانيوري، شهر 1 هيبقى 1 2017. بقى انا جبت بقى خلاص 2016 ده اخر حاجه، شهر 12 هنبدا بقى سنه جديده، فيقول لي 1 جانيوري 2017. تمام جدا، نفس الكلام، مفيش حاجه اسمها صفر، احنا بادئين بواحد. الصفر معناها هات لي اخر يوم من الشهر اللي قبليك، قبل ديسمبر كان نوفمبر، اللي هو هات لي 30، يبقى 30 نوفمبر. يبقى نلاحظ ان انت لو كتبت، لو في رينج بعد الرينج اللي معمول هيجيب لك اول يوم من الشهر الجديد، لو قبليه يبقى اخر يوم من الشهر اللي قبليه. حلو جدا. عندي حاجه اسمها جيت فول يير، يبقى السيت فول يير تكتب بقى السيت اللي انت عايزها، مثلا وليكن 2014، وهعمل ريفرش، انا عملتها 2014. ممكن بقى تكتب 2014 مثلا، تحط انت الوقت اللي انت عايزه بقى، شهر 11 4. لاحظ ان شهر 11 ده معناه احنا بادئين من 0 ل 11، المانس بادئ من 0 ل 11، يعني 11 ده اللي هو شهر 12 فعلا، عشان احنا بادئين من الصفر. جميل جدا، ادي ريفرش، النهارده فعلا ديسمبر اللي هو شهر 12، بس مع اني كاتب 11 عشان احنا بادئين من صفر لحد 11. جميل، والنهارده 4. جميل قوي، يا يعني اما تكتب بس الير، لا اما تكتب الير والمانس والدي. جميل جدا. عندي حاجه اسمها الجيت اور، يبقى اكيد في السيت اور، اقول له احط الساعات مثلا وليكن الساعه 10، واعمل ريفرش او الساعه 10. ممكن تكتب بس الست اور الساعات بس، او تكتب الساعات والمينت والثواني كمان، يعني الساعه 10 و16 ثانيه مثلا و20 16 دقيقه و20 ثانيه كوما، قصدي انا اسف كوما اهو، وتعمل ريفرش عادي جدا اهو 10 و16 و20. جميل جدا، يا اما تحطها انت، يا اما تحط بس الاور، يا اما تحط زي ما انت عايز الاور والمينت والسكند. جميل، الجيت ملي سكند، يبقى اكيد فيه ست الملي سكند، تقول له مثلا 10000 اللي هي 10 ثواني، يعني تزود 10 ثواني عن الوقت اللي موجود اهو، ريفرش ريفرش عمال يزيد. تمام جدا. تالت حاجه معانا حاجه اسمها الست السكند بقى، ست سكند، تحط السكند اللي انت عايزها مثلا، انه مكان نقول 6 مينت سكند مثلا، تقول له هنضيف 10 ثواني، 6 سكند، تحط السكند ب 10، تحط السكند ب 10، ادي حطينا السكند ب 10. تمام جدا، ممكن بقى تزود كمان عليها الملي سكند، يعني بما انها سكند فزود ملي سكند عشان اقل منها. حلو، وقلنا الست اور ممكن احط المينت والثواني. جميل، طب في حاجه اسمها الست اخر حاجه او قبل الاخيره، الست مينت، فتقول له الست مينت مثلا احط المينت ب 10 دقائق اهو، قال لي المينت ب 10 دقائق، الثواني بتزاد لوحدها ماليش دعوه بيه. جميل جدا، ممكن احط المينت، يبقى ممكن احط معاه الثواني، اقول له 10 و10 ثواني برضه اهو، 10 و10 ثواني، ممكن احط كمان الملي سكند. جميل قوي قوي. عندي اخر ريفرش، طبعا مفيش حاجه اسمها سيت تايم. اخر حاجه عندي اسمها سيت مانس، اللي هو تقول له احنا عايزين نحط الشهر مثلا، احنا عارفين من 0 ل 11، هقول له 11 يبقى ديسمبر، هقول له 10 يبقى قبل ديسمبر نوفمبر، وهكذا. تمام جدا، يبقى عندك السيت والجيتر. اللي ممكن تقوله برضو السيت يو تي سي، نفس الكلام زي ما قلنا جيت يو تي سي، ممكن تقوله سيت يو تي سي مع كل الفانكشن دي، يعني سواء جيت او سيت في اليو تي سي بتاعه، اللي هو يعني اليو تي سي يعني التوقيت العالمي، وقلنا الفرق بيننا وبين التوقيت العالمي اللي هو مقدار الساعتين دول. جميل جدا جدا. اخر حاجتين بقى واخر اتنين ميثود معانا، حاجه اسمها الناو، يعني لو قلت له الديت ناو، لو جيت قلت له كده الديت ناو، الديت دوت ناو، وجيت قلت له اليرت الدي، واعمل ريفرش، جاب لي الناو ده بالملي سكند، يعني من اول خالص زي ما قلنا من 1 جانيوري عام 1970 لحد دلوقتي كل ده بالملي سكند،
يعني الميثود اللي اسمها ناو بتجيب لي الوقت من بداية 1 جنيوري عام 1970 لحد الآن بالملي سكند. جميل جدا. ممكن نستخدمها في ايه؟ ممكن نستخدمها بقى تجيب منها الثواني والدقايق والايام، تقعد تقسم بقى مثلا اليوم في 24 ساعة، المانث في 30 يوم، السنة فيها 365 يوم، وهكذا. تعمل الحسبة دي وتطلع لك الايام والسنين وكم سنة وكم يوم وكم شهر وهكذا. تمام جدا. عندي حاجة اسمها اللي هي التو ديت سترينج. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت له ده خلاص نيو ديت، هقول له الدي دوت تو ديت سترينج، يحول لي ده، يحول لي الديت بتاع دو ديت سترينج تو ديت سترينج، اللي هو يقول لي النهارده شهر كام، يوم كام، سنه كام. او لو جيت قلت له اليرت الدي وعملت ريفرش، اوكي هنا عملت ريفرش، جاب لي النهارده فعلا النهارده 4/2016 ديسمبر، وهكذا. جميل جدا. طبعا انا عايز اقول له يا اليرت دي بقى، يا اليرت دي كنت بقى اليرت دي العادي، لا يا اليرت دي يقول لي النهارده ساندي ديسمبر 4/2016. تمام جدا جدا. يبقى تو ديت سترينج بتحول لي الديت نفسه لسترينج مقروء، يعني حاجه بسيطه اقدر اقراها، اللي هو النهارده الاحد ديسمبر 4/2016. جميل. اخر حاجه، حاجه اسمها تو ايزو سترينج. يعني ايه تو ايزو سترينج؟ يعني بالتوقيت العالمي. هو هعمل ريفرش بالتوقيت العالمي، يجيب لك الوقت ده بالتوقيت العالمي اللي هو فرق بيننا وبينه ساعتين. تمام جدا جدا. اتمنى يكون السترينج واتمنى يكون الميثود دي واضحه والديت كله واضح. اعجبكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.